كيف كان نقد كانت ثورياً وكيف كان نقده أحد أهم إنجازات الفكر التنويري؟ الثورة هنا ليست ثورة العلم بل ثورة الوعي. فالمشكلة والتناقض ليس بين الجسد والعقل بل في العقل نفسه. أن التناقض ليس بين رغبات الجسد ورغبات النفس بقدر ما هو بين رغبات النفس ورغبات النفس الأخرى. بودكاست كلام في الفلسفة، معي أنا نور حريري. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام في الفلسفة. يقال لنا باستمرار أننا يجب أن ننقد وأن النقد ضروري وأننا يجب أن نتحلى بعقل نقدي، ونرى هنا وهناك مقالات ودراسات معنونة بدراسة نقدية ومقالة نقدية، بل ربما أصبحت كلمة نقد إحدى الكلمات الأساسية التي دخلت معجمنا واحتلت موقعا مقدسا، فما أن ينطق بها أحد ويقول أود أن أنقد كذا حتى نخضع مباشرة للكلمة ونقول له طبعا طبعا من حقك تنقد ولا أحد منزه عن النقد. لكن السؤال الذي قد يبدو ساذجا هنا، ما هو النقد؟ وما هي الدراسات النقدية هذه؟ وكيف يختلف الرأي المخالف عن النقد؟ دعونا نتوجه إلى الفلسفة حيث بدأت قصة النقد. لماذا يعد النقد الذي قدمه كانت مفتاحيا في عالم الفلسفة؟ ولماذا كانت الفلسفة قبل كانت غير نقدية؟ وكيف أصبحت بعده نقدية؟ كيف كان نقد كانت ثوريا؟ وكيف كان نقده أحد أهم إنجازات الفكر التنويري؟ طيب، تركونا شوي من كانت. إجا هيجل من بعد كانت ونقد كانت، فأخذ بثورة كانت الفلسفية النقدية إلى حدودها القصوى وجعلها ثورة أكثر جذرية. فما الذي فعله هيجل بكانت تماما؟ ولماذا أصبحت الفلسفة أيضا بعد هيجل لا كما قبلها؟ فبين كانت وهيجل وأتباعهما انقسمت الفلسفة إلى تحليلية وقارية. نعرف جميعا أن الكتاب الأهم الذي قدمه كانت هو كتاب نقد العقل المحض، وكما نعرف فقد فحص كانت في هذا الكتاب حدود العقل وإمكاناته وبنيته، وحاول أن يضع حدودا للمعرفة كي ينقذ الفلسفة من بعض التجاوزات التي كانت ترتكبها حين كانت تنظر في العالم. فقد كانت الفلسفة قبل كانت ميتافيزيقية بمجملها، ميتافيزيقية بمعنى أنها كانت تحاول أن تفهم جوهر الأشياء، أي تحاول دراسة الأشياء لا كما تظهر لنا من الخارج وكما نختبرها في التجربة، بل تحاول أن تتجاوز ذلك لتدرس طبيعة الأشياء ما ورائيا، أي من داخلها، فتقول هناك جوهر لكل شيء وعلة لكل شيء وغرض لكل شيء. تحاول أن تحكي عن طبيعة الأجسام، الهواء والنار والماء والمغناطيس والنبات والحيوان، ولا تكتفي بذلك بل تحاول أن تشتق معنى معينا وثابتا لكل شيء. أي كانت على يد أرسطو وأتباعه وحتى قبل أرسطو ميتافيزيقية تسأل ما هو العالم؟ ما هو جوهر العالم؟ ما هي حقيقة العالم؟ لأن العالم بالنسبة للميتافيزيقا القديمة كما يظهر لنا من الخارج هو مجرد وهم وزيف، أما حقيقة العالم هي في الداخل وهي شيء آخر بالتأكيد، وعلينا أن نصل إلى الداخل إلى الجوهر لنفهم الحقيقة. حتى في الأخلاق هناك خارج مزيف وداخل حقيقي. بكلمات أخرى، كان هناك اختلاف وتناقض دائم بين الداخل والخارج، بين الشكل والمضمون، بين الوهم والحقيقة، بين الجسد والعقل، وكانت الميتافيزيقا القديمة تحاول حل هذا التناقض من خلال الوصول إلى الداخل. تعتقد أننا إذا وصلنا إلى الداخل سيزول التناقض وستظهر الحقيقة. كانت هاجم هذه الفلسفة الميتافيزيقية القديمة واعتبرها دغمائية، وأراد بناء ميتافيزيقا جديدة نقدية تنقد هذا التفكير غير المنطقي الذي يحاول أن يدخل إلى جوهر وداخل الأشياء ليصل إلى حقيقتها. أي رفض كانت الميتافيزيقا التي تقول إن هناك جوهرا وحقيقة للأشياء، وقال إننا لا نستطيع
أن نعرف حقيقة الأشياء في ذاتها. نحن نخدع أنفسنا ونضللها حين نعتقد أننا نستطيع أن نعرف جوهر الأشياء وحقيقتها، وبالتالي علينا أن نلتزم بحدود الظاهر والخارج وحدود التجربة. إن معرفة الظاهر وحدها هي المعرفة الممكنة، فقدراتنا العقلية محدودة ولسنا مصممين للوصول إلى الجوهر. باختصار قال كانت: لازم نلتزم بحدود ظواهر العالم المادي والقوانين يلي بيكشفها إلنا هذا العالم المحسوس أمامنا. لازم نلتزم بالأشياء اللي بنقدر نبرهن عليها بشكل منطقي وعلمي، وما نضيع في متاهات الغيب والميتافيزيقا اللي بتبحث عن جوهر الأشياء وحقيقتها الداخلية. لذلك كانت بيمثل العلم يلي بيطالبنا دائما نلتزم بحدود الظاهر وبحدود التجربة. ولذلك عد كانت فيلسوف التنوير الأكبر، فقد وضع حدودا للفلسفة وجعلها علمية من خلال تركيزه على التجربة، وأصبحت الميتافيزيقا عند كانت إبستمولوجية تدرس المعرفة، بعد أن كانت بمجملها أنطولوجية تدرس الوجود. ولذلك كان ما قدمه كانت ثورياً بصورة كبيرة، لكن ومن حيث لم ينتبه ويدري كرس كانت أثناء نقده للميتافيزيقا القديمة فكرة ميتافيزيقية بامتياز، وهي فكرة الفصل بين الداخل والخارج، بين الشكل والمضمون. فإجا السيد هيجل من بعده وقال له للسيد كانت: روق علينا شوي، كلامك كله صحيح، قدراتنا العقلية محدودة وعقلنا ممكن يضللنا جدا مثل ما أنت قلت، وأغلب كلامنا وعباراتنا ومقولاتنا هي كمان مثل ما أنت قلت من صنع العقل. لكن ليش استثنيت من كلامك ثنائية الداخل والخارج اللي هي أيضا ثنائية ميتافيزيقية قديمة؟ ليش لسه وانت عم بتدافع عن الخارج والظاهر والتجربة عم تفترض ان هناك داخل ما؟ ليش ما رفضت وجود الداخل تماما؟ ليش ما اعتبرت انه هذا الفصل كمان بين الداخل والخارج هو من انتاج العقل بقدراته المحدودة؟ طبعا لما بنقول انه هاي الافكار او هذا الوجود من انتاج العقل، لا يعني ذلك ان الوجود غير موجود، هو بالتأكيد موجود، لكن ادراكنا لهذا الوجود هو ابن العقل. يعني كيف نرى الوجود، كيف نفهمه، ما نطلق عليه من أوصاف وأحكام محكوم بالعقل المحدود. وكمل هيجل كلامه وقال له لكانت: هذا الفصل يلي أنت عم تعمله بين الجوهر والظاهر هو بحد ذاته ابن العقل. العقل هو الذي يفصل الخارج عن الداخل، الكم عن الكيف، الشكل عن المضمون. هو الذي يفصل مثلا كمية الماء عن الماء ويضع قوانين رياضية لذلك، لكن في الحقيقة لا يمكن فصل الماء عن كمية الماء ولا شكل الماء عن مضمون الماء. هل هذا الكلام يعني أن هيجل خلط بين الأشياء وألغى الالتزام بحدود التجربة كما يلتزم العلم؟ بالتأكيد لا، هو حدد مجال لدراسة العلم وسماه المقولات الدنيا، حيث تدرس الظواهر عبر التجربة ومن الخارج. لكن في رأيه هناك ما هو أشمل من المقولات الدنيا، وهو المقولات العليا، حيث تدرس الفلسفة، وهو مجال لا ينفصل فيه الداخل عن الخارج. هذا تبسيط للأفكار طبعا. السؤال هنا: أين النقد والثورة في هذا الكلام؟ ربما يشعر السامع أننا رجعنا إلى الميتافيزيقا القديمة التي تريد اختراق جوهر الأشياء وتخلط الحابل بالنابل. الثورة هنا ليست ثورة العلم، بل ثورة الوعي وفهم العقل بطريقة ذاتية وموضوعية معا. حين نعي كما قال هيجل أن المشكلة والانفصال ليس فقط بين الداخل والخارج كما يبدو لنا ولعقلنا، بل في الداخل نفسه وفي الذات نفسها. حين ألغى هيجل التناقض العياني والعقلي بين الداخل والخارج، وجد تناقضا في الداخل نفسه. فالمشكلة والتناقض ليس بين الجسد والعقل، بل في العقل نفسه الذي يشمل هنا النفس طبعا. التناقض ليس بين ما هو خارجي وداخلي، ظاهري وجوهري، بل التناقض هو أيضا وفي الأصل في الداخل نفسه، في العقل نفسه، في النفس نفسها، في المضمون نفسه. هيجل حول الانتباه إلى مكان آخر، إلى الداخل والمضمون، لكن بحركة وعي وليس بحركة عقل، وطالبنا بأن لا نخضع للظاهر والمعطيات الخارجية فقط،
ألا نخضع للعلم التجريبي فقط. هذه الحركة من الخارج إلى الداخل هي حركة الوعي الأولى والحركة النقدية الأولى في الفكر، وعند هذه الحركة التي تنقض البديهي يعني داخل وخارج يبدأ التفكير النقدي والتأمل الانعكاسي. وأليس هذا ما جاء به فيما بعد علم النفس والتحليل النفسي، حيث حولا النظر والانتباه إلى النفس والعقل والداخل، ووجدا أن الانفصال هو ليس بين الجسد والنفس بقدر ما هو داخل النفس في حد ذاتها، بين الوعي واللاوعي، أن التناقض ليس بين رغبات الجسد ورغبات النفس بقدر ما هو بين رغبات النفس ورغبات النفس الأخرى، الرغبات الكثيرة المتناقضة والمتصارعة التي تتحكم بأجسادنا فيما بعد. كان هذا مرورا سريعا جدا على النقد في الفلسفة وعلى بعض الفروقات بين أشكال الميتافيزيقا، وسنكمل الحديث في الحلقة المقبلة. لكن قبل أن أنهي الحلقة أود أن أسألكم، هل تعتقدون أن الفلسفة يجب أن تكون نقدية؟ وهل تعتقدون أن النقد يكفي أم أنه يضعنا في حالة سلبية كما يزعم البعض؟ في رأيكم هل من الممكن أن يكون النقد إيجابيا؟ طيب ما رأيكم في من يقول إن الفلسفة يجب أن تكون غير نقدية؟ يعني هل يحررنا النقد أم يقيدنا؟ معنا وقت طويل لنحاول نفكر وبانتظار تعليقاتكم وآرائكم، لكن بمعزل عن رأينا في النقد سواء كنا مع النقد في الفلسفة أو ضده، بعتقد أنه من الضروري جداً نقدر نميز النصوص النقدية عن غير النقدية والنقد الكانتي عن النقد الهيجلي. سلامات وإلى لقاء آخر.